نروح لجانب آخر، خلونا شوي نتكلم عن التكنولوجيا وتحديدا التقدم التكنولوجي للصين اللي خرج من زاوية الاحتكار العالمي بتقدم جديد ومذهل بعد أن قدمت هواوي هاتف جديد مع شريحة 5G متقدمة. طبعا تم تصميمها وتصنيعها في الصين على رغم القيود الأمريكية، حيث وصفه المختصين بأنه ضربة كبيرة لجميع موردي التكنولوجيا السابقة لشركة هواوي ومعظمهم من الشركات الأمريكية. قدرة بكين على تصميم منتج بالكامل بدون الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية ممكن أنها تغير المعادلة، وخصوصا في التقنية. وصراحة أنا أشوف جانب جميل ومتحمسة أشوف إيش المميزات الموجودة في هذا الهاتف الجديد.